انسان صفات الامير، انسان دلال الهواش. بهذه الارجوزة الزينبية التي صدحت بها حناجر المسرحيين وسط محفل ضم يزيد واعوانه، انطلقت فعاليات مهرجان الطفوف الخامس في جامعة الكوفة. مسرحية ملحمية بعنوان صرخة السبايا كانت ابرز الفعاليات، حيث جمعت الحاضر بالماضي في مزج أدبي مسرحي أثار مشاعر الجمهور. اعتمدت تجضية السيدة زينب، جعلتها زينبات ممتدات من عبر التاريخ، فأعتقد أنتجنا بنية درامية ملحمية إلى حد ما. ملخص هذه البنية رسالة نؤكد فيها كيف انتصر الدم على السيف. هند زوجة يزيد اللي هو دوري ذبت الشال، فزعت، يرجع مرة الثانية يحط الشال اللي تقول لها تكت سترة بنات فاطمة وترجع أنت تحافظ على ستري بهذا دورها. يعني هو أول من انتفضت ضد سياسة يزيد، دور يزيد أنه كيف يتعامل مع السبايا، كيف يستهزئ بهم، كيف الانتقاص من آل البيت. ومثل ما لاحظ أنه إحنا داعش أنه دائما بأفعالهم أنه ينتقصون من الإنسانية، من العالم. هذه وقفة تضامنية وفعاليات وأنشطة تقوم بها جامعة الكوفة منذ أن بدأت معركة تحرير الموصل، إن شاء الله لدعم قواتنا المسلحة وأبناء حشدنا الشعبي الذي يقاتلون في شمال العراق ليصدوا الهجمة الشرسة عن هذا البلد. الفنانون وهم من طلبة كلية التربية في جامعة الكوفة تقمصوا الأدوار ببراعة وأدوا الشخصيات التاريخية بأسلوب نال رضا الجمهور والنقاد. المسرحية عبارة عن قطعة فنية مهندسة بذهنية مخرج علمي استطاع أن يستثمر مساحات المسرح بشكل مثمر. أنا العام كذلك أحضرت هذا المهرجان، والسنة أيضا أحضرت وكانت مسرحية أكثر من رائعة. يعني أنا أعتبرها أنه وقفة تضامنية ضد داعش، وأيضا الوقفة تضامنية من قواتنا في قواتنا الحشد الشعبي، وكانت مؤثرة جدا وأثرت بي من دافع الوطني، وأتمنى لهم إن شاء الله النجاح يا الله. أنا أعتبر هذا العمل كطلبة وكإخراج طبعا دكتور سلام الأعرجي علم من أعلام الفن العراقي، طاقات مبدعة. يعني إحنا دائما نقول لهم صراحة طلبتنا، وخاصة هذا العمل اللي هسه راح تشوفوه، آفات ونفخر بهم. كما تضمن المهرجان معرضا صوريا ولوحات فنية وتشكيلية ورموز جسدت تراث وطن تنوعت فيه الحضارة والشعوب. نعم، هذا النصب النحتي هو مجموعة من المفردات التراثية التي تتناول الفن المعماري الإسلامي، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة العراقية المتمثلة بسحر وجمال النهر العراقي الجميل، نهر دجلة والفرات، بالإضافة إلى النخلة العراقية السيدة الأولى. مجموعة هذه المفردات لهذا البلد الجميل الراقي بالإمكان تكوينها وإيجاد مفردات نتخيل منها أجمل ما يكون من الصور التعبيرية. وتمتاز عروض مهرجان جامعة الكوفة السنوي بملحمية مسرحها الذي يجسد ويمزج الحاضر بالماضي في إطار فني رصين. لبرنامج من العراق منتظر الشريفي، النجف الأشرف.